السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي غادي يفيد العديد ديال البنات اللي جاو مثلا من المغرب وباغيين يكملوا القرايه ديالهم هنا في اسبانيا، ولا كاينين هنا في اسبانيا وبغاو يقراو وما عرفوش اشنو غادي يديروا باش يكملوا القرايه ديالهم. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم باللي انا كيعجبني ندير لكم فيديوهات ديال اللغه، واخا شويه كيجيوني صعابين، داكشي علاش كتشوفوا كندير لكم غير واحد دقيقه ولا جوج دقائق اللي كندير لكم بعض الكلمات اللي كتستافدوا معايا، ولكن يعني ما كيجيني صعيب بزاف اللي ما كنقدرش نكثر لكم في الفيديو، مثلا ندير لكم 10 مينوت ولا حيت هكا كما كنسجل انا بحال هكا كيجيني ساهل في المونتاج اكثر ما نشد الصور. يعني كان خاصني نمشي نقلب على الصور ونجمعهم في واحد الكابيتا ولا واحد الملف ونبقى نبحث يعني على الصور اللي غادي نهضر لكم على الموضوع اللي كنبقى نحطهم في المونتاج، وخاصني نبقى نهضر في المونتاج الصوت ونبقى نكتب لكم يعني كل التصويره نبقى نكتب لكم حداها باش تفهموا، ونبقى ندير لكم كل حاجه هكاك بسيطه بواحد الطريقه بسيطه. داكشي علاه كندير لكم غير جوج دقائق ولا دقيقه، حيت صراحه واحد اللي كيعصب بزاف يعني كاين بعض المرات اللي كيطير لي دوك الصور ولا كنكون كتبت شي حاجه وكتبقى تكتب في بلاصه اخرى اللي كتعصب، اللي كيعصبني بزاف هذاك ديال اللغه. ولكن انا كنكون فرحانه فاش كنديروا لكم، من بعد كيجيني داكشي كاع كلشي من بعد فاش كنشوف كومنتاريوز ديالكم اللي كتشجعوني وكديروا لي لايك وداكشي، كنقول يعني درت واحد الترابخ ولا درت واحد العمل اللي في الاخير يعني كنحس فرحانه، يعني كنحس بلي درت شي حاجه زوينه. وبغيت نقول لكم بلي لاحظت واحد الملاحظه، يعني اون بيكينيا اوبسيرفاسيون ولا واحد الملاحظه صغيره اللي يعني في الاول كنت كنحط لكم فيديوهات ديال اللغه، يعني وباش كنحطهم تبارك الله كيطلعوا لي في دغيا كديروا بزاف ديال لي لايك وداكشي اللي كيخليني نعطيكم اكثر واكثر. وهاد الجوج فيديوهات الاواخر اللي طلعت لكم البارح حسيت باللي ما طلعوش لي فيو وما كاينينش لي لايك بزاف، يعني ما شجعتونيش باش نعطيكم اكثر، حيت حسيت بحال كتقولي لي بحال كتقولوا لي وقفي راه بدينا كنملو ولا كتشوفوا الفيديو وما كتقدروا تشوفوه. انا حسيت يعني قلت لكم غير اوبسيرفاسيون يعني غير ملاحظه ديالي، حسيت بحال بديتو كتملو من هذوك الفيديوهات، داكشي علاه انايا متردده كنقول نزيد في الفيديو ولا ما نزيدش في الفيديو، يعني يقدر هما يا كيملوا ولا ملوا صافي من داك كثرت الفيديو. ما كتقولوا ليش الملاحظات ديالكم، ما كتقولوا ليش بحالاش بغيتوا الفيديو، واش نطور كثر، بحالاش بغيتوا مثلا بحال واحد المراه اللي كومونطات ولا واحد جوج ديال البنات ولا ثلاثه ديال البنات اللي كومونطاو تبارك الله عليكم، اللي قلتوا لي مثلا وحده قالت لي تقدري ديري لنا سبوره وتشرحي لينا مزيان اللي غنهضر لكم من بعد عليه، الثانية قالت لك تقدري تبقاي ديري لنا الكلمات شي شوية يعني تخلي تطولي فيهم باش نبداو حنا نشوفو مزيان الكلمة بحالاش كتكتب وبحالاش كتنطق. هذيك واحد الملاحظة أخرى. والثالثة قالت لك خاصكي تبقاي تعاودي الكلمة جوج المرات ولا ثلاثة المرات باش نحنا نحاولو يعني نفهمو كتر وكتر. هذوك هما الملاحظات اللي كيعجبوني بزاف، بحال واحد يعني كتقولوا لي بحال نطور كتر ولا نوري لكم بحالاش نتوما بغيتو، يعني انايا يقدر ندير لكم واحد الفيديو بزربه بزربه حيت انا داكشي صافي عارفه، ويقدر نتوما يجيكم هذاك الشيء شي شويه صعيب، يعني يقدر يجيكم هذاك الشيء ممل ولا يجيكم ما كنعطيكمش كثر ولا ما كنشرحش لكم مزيان. يعني نتوما خاصكم دائما تبقاو تقولوا لي بحالاش بغيتوا الحاجه باش انا نبقى غاديه وندير لكم على حساب نتوما بغيتوا. يعني انا الا جيت وندير لكم الفكره ديالي انا غير وصلت لكم واحد الفكره يعني تعليم اللغه، ولكن انا بالنسبه ليا داكشي عارفه حافظه، وبنادم اللي باغي يتعلم يعني ما عرفتوش مثلا بحال من هذوك البنات الكومنتاريو ديال هذوك البنات عرفت بلي بغيتو داكشي يبقى
دي سباسيو يعني شويه باطي باش تحاولوا تقراو مزيان بحال هذاك الشيء. المهم دابا من بعد ما هضرنا على داك الشيء ديال اللغه، دابا بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي شي شويه يعني كما قلت لكم غادي تحتاجوه شحال من وحده، وكاين حتى بزاف ديال البنات اللي في القناه هذه يعني شي شهوره من اللور، اللي بزاف البنات قالوا لي انا جيت مثلا بالباك ولا جيت قريت في المغرب ومني جيت لاسبانيا ما عرفتش شنو غادي نقرا ولا ما عرفتش شنو غادي ندير. اول حاجه اللي غادي نهضر لكم عليها هي بالنسبه للناس اللي كيجيو من المغرب، يعني على حسب يعني فيزا باش غير يجيو يقراو هنا يكملوا القرايه ديالهم، وفاش يكملوها كيمشيو للمغرب. وثاني حاجه غادي نهضر لكم على الحاله ديالي، يعني بحال جيت من المغرب وكملت القرايه ديالي هنا. اول حاجه غادي نهضروا على الحاله الاولى اللي قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيجيو لهنايا غير على حسب القرايه ومن بعد يرجعوا للمغرب ولا اي دوله اخرى، الجزائر، تونس، اي دوله ولا دوله عربيه ولا اي دوله فين ما جا يكمل قرايته ويرجع من بعد. اول حاجه هو انه كيمشي للقنصليه ديال اسبانيا اللي كاينه في المغرب، طلب لي انه باغي يكمل قرايته في الخارج، يعني في اسبانيا. كيمشي كيعطيو يدوز واحد الامتحان اللي سميتو سيليكتيفيداد اللي كيدوزيه قبل ما تدخلي الجامعة. كتدفعي الوثائق ديالك ومن بعد كدوزي هذاك الامتحان، ومن بعد فاش كيقبلوك راه كيقولوا لك راه قبلناك وكتجي لهنايا تكملي قرايتك، ولا ما قبلوكش راه كيديروا لك الرفض ولا دينيغادو. والحاله الثانيه اللي غنهضر لكم عليها الحاله ديالي هو بالنسبه الى جيتي تجمع العائلي، يعني بحال مثلا جابك باك ولا جابك راجلك، المهم الالتحاق بالزوج ولا الالتحاق بالعائله. ملي كتجي لاسبانيا اول حاجه راه نورمالمون كتدفعي الوراق باش تدي بيرميسيو ديال ريزيدنسيا وداكشي. داك الموضوع نساو حيت ما غاديش ندخل في التفاصيل. تاني حاجه هو الا جيتي لاسبانيا كما قلت لكم عندكم الباك ديال المغرب، كتدفعي باش تبدليه يولي باك اسبانيول، باك اسبانيول، وحتى الا بغيتي تبدلي اجازه. بحالاش اول حاجه هي انه كتمشي لسوب ديليغاسيون ديال غوبيرنو اللي عندكم في المدينه ديالكم، الميكاسو هو في الميريا. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني فين كاين في الميريا، هنايا قيدت كلشي، هو جا في كاي ارابيليس دي سينويبي. انا غنكتب لكم كاع العنوان ونكتب لكم حتى النمره ديال التليفون الا بغيتو تبدلوا الباك ديالكم يولي سبانيولي ولا حتى الاجازه اللي عندكم. تاني حاجه هو فاش كتمشي تما كاين كتقولي ليهم بغيت نبدلو الباك ديالي يولي باك اسبانيول اللي سميتو باسم لا هومولوغاسيون، هما غادي يطلبوا لك الوثائق. بين هاد الوثائق غادي نقولها لكم دابا. اول حاجه غيطلبوا لك الدبلوم مغربي مترجم باللغه الاسبانيه، اما يكون الباكالوريا كما قلت لكم ولا اجازه ليغاليزي، بمعنى غادي يدوز في الايونتامينتو ولا في البلديه، من بعد غادي يدوز في العماله، من بعد غادي يدوز في وزارة الخارجيه، واخر حاجه غادي يدوز في سميتو في كونسولادو ولا القنصليه ديال اسبانيا اللي كاينه في المغرب، الميكاسو، يعني في القنصليه ديال اكادير. هذا القانون هذا اللي كنهضر لكم عليه يعني في 2006 ولا 2007، ما عرفتش دابا واش تبدل القانون ولا لا، انا كنعطيكم غير التجربه ديالي لدوك المراحل اللي دزت فيه. وثاني حاجه الورقه ديال النقاط تكون مترجمه باللغه الاسبانيه ودوز في نفس المراحل. ومن بعد غادي تحتاجوا فوتوكوبي ديال الريزيدنسيه ديالكم، حيت ضروري الا ما كانوش عندكم الورق ما غاديش تبدلوه. والحاجه الاخرى غادي يطلبوا لكم الدبلوم ديالكم اللي جبتوه من المغرب وترجمتو. هاد الوثائق هادو ضروري يكونوا تديو معكم اصليين وفوتوكوبي، حيت الا ما ديتوش هاد الجوج غادي يرجعوكم. من بعد كتعمري واحد سوليسيتود اللي كيعطيوها لك تما باش تعمري وديري كاع هادوك انفورماسيون ديالك. ضروري يمشي معك شي حد كيعرف اللغه، ولكن كنتي كتعرفي اللغه راه مزيانه بزاف.
هذه بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش اللغة ولا جاو جداد هنا، ضروري يمشي معكم شي واحد كيعرف اللغة اللي يقدر يعمرو لكم، حيت تما ما غاديش يعمرو لكم هذيك السوليسيتو نهائيا، ما غاديش يشد لهم الوقت ولا كيقول لك نوتينغو تيمبو ولا شدي انتي عمري على راسك. يعني ضروري يمشي معكم شي حد، ديروا الاحتياط ديالكم. وإلا بقيت عاقلة كتعمري واحد الورقة اللي كتكوني بحال مثلا انا الموقع اسفله وداكشي، كتعمريها بيديك، انا ما عرفتش علاش ولكن هذيك كيديروها لك، كتعمريها بيديك ومن بعد كتخلصي، يعني كتخلصي باش هما غيروا لك داك الدبلومه ديالك. انا الى باقي العاقله، حيت كلشي قيدته هنايا حيت ما نقدرش نعقل من 2007، في 2007 خلصت 100 يورو قلب. من بعد فاش كتدفعي كلشي داكشي وكيقبلوه، كيرجعوا لكم كاع هذوك الوثائق الاصليه، بحال مثلا الدبلوم ديال المغرب، بحال كاع هذوك الوثائق الاصليه اللي عطيتيه. غير هو ضروري خاص يشوف ويقارن ما بين هذيك فوتوكوبي وهذيك الاصليه. وهاد الاومولوغاسيون ولا فاش كتغيري الدبلوم، بلوم راه كيتعطل بين عام ولا عامين، ماشي كيعطيو لك في دقه، كتسني عام ولا عامين. ولكن ما تخافوش، راه كيعطيكم واحد الورقه اللي هذيك الورقه باش كتقيدي في المدرسه، يعني كيعطيك بلي انت عندك الدبلومه وعندك هذاك الشيء باش تقدري تقيدي في مدارس اخرى ولا الجامعه ولا اي بلاصه اللي انت ياك انت باغيه تقري. وهاد الورقه هذه راه كيعطيها لك غير الا تقبل الدوسي ديالك باللي تقبلتي وداك الشيء، الا ما تقبلتيش راه كيرفض وكيقول لك سيري جيبي الوراق اللي خاصينك مازال. ودابا غادي نوري لكم الدبلوم ديال اسبانيا، هو هذا ديال المغرب، حطيته في بين البلايص اللي كنخلي فيه الوراق ديالي، كنخبي فيه الوثائق ديالي. المهم هذا راه ضروري خاصكم تحتفظوا به، ما يضيعش، حيت الا ضاع لكم راه مشى لكم كل شيء، مشات لكم قرايتكم، مشى لكم كاع هاد الدبلوم، وغادي تعاودوا من زيرو. يعني هذا راه ضروري تخبيه، اصلا هو كيقولها لك تما، كيقول لك احتفظي بيه، راه الا تجلى لك ما بقاش، غادي تعاودي من زيرو، يعني غادي تقراي الباك اسباني في اسبانيا. دابا غادي نوري لكم بهذا الدبلوم هذا اشنو خاصك، اشنو غادي تقراي به. اول حاجه هو انه غادي تقراي جرادو سوبيريور، يعني مثلا جرادو سوبيريور مثلا في ادمنستراسيون، مثلا بحال تسيير الاداره. تاني حاجه تقدري تقراي به اي حاجه جرادو سوبيريور، يعني طالعه يعني جرادو سوبيريور، مثلا تقدري تقراي عامين كتقراي في جرادو سوبيريور في انستيتوتو، ومن بعد تقدري تمشي للجامعه وتكملي فيه عامين اخرى ولا 4 سنين على حسب الكاريرا. تاني حاجه تقدري تقراي كاع مثلا بحال انفورماتيكا، بحال مثلا لطيفه كانت كتقرا جرادو سوبيريور ديال انفورماتيكا ومن بعد كوميرسيو انترناسيونال، ومن بعد دارت اخر حاجه دارت ادمنستراسيون اللي دارتها معايا. دابا غادي نمشيو لا ايسو، يعني لا عندك كوارتو ديال ايسو، بحال شديتي كوارتو ديال ايسو هنايا، بحال مثلا قريتي في المغرب حتى السيزيام، ما كملتيش الباك تشدي واحد تيتولو، يعني هنايا قريتو بشي شكل، يعني كيقسموا يعني كوارتو ديال ايسو كتشدي ديبلوم، ومن بعد باتشيراتو كتقري فيه عامين اللي كتشدي فيه ديبلوم. دابا غادي نمشيو للكوارتو ديال ايسو، فاش كتشدي الدبلوم ديالو كديري غرادو ميديو، يعني كديري غير غرادو ميديو، شي حاجه باسيكا اللي واخا ما نسمعوش ثاني باسيكا، نقولو انفورماتيكا راه غيوريك غير بحال تدخلي في البيسي ولا، كتقري داكشي شويه كيتعمقوا فيه، ولكن ما غيكونش بحال سوبيريور اللي غادي يكون شي حاجه طالعه بزاف. تقدري تقراي اوكسيليير ديال انفيرميريه، يعني غير مساعد ديال الفرملي. تقدري تقراي كوسينا غرادو ميديو الا كانت كتعجبك الكوزينه، تقدري تقراي باستيلاريا، حيت الا دخلنا مثلا لواحد الانستيتوتو ولا واحد الاكاديميه اللي كيديروا فيها الكوزينه، غادي تقراي في غادي تدخلي غادي تلقاي بزاف ديال التخصصات، باستيلاريا، كوزينه، اي حاجه اللي انت تقدري تقراي حتى داكشي ديال استيتيكا ولا ديال التجميل، تقدري تقراي به بزاف ديال الحوايج بهذاك غرادو ميديو. دابا غادي ندوزو الى عندك الباك وكتفكري تقراي في الجامعه.
الا ما عندكش اللغه الامتحان ولا حتى عندك الباك اكسترا خير، كتمشي للجامعه كيقولوا لك خاصك ديري واحد الامتحان من فوق من 25 اللي سميتو سيليكتيفيدات، اللي كتوجدي باش الا نجحتي في هذاك الامتحان يقبلوك تدخلي الجامعه. سيليكتيفيدات مثلا نقولوا اذا كنتي مثلا عندك باك اكسترا خيرو ولا سميتو اللي ما قريتيش الباك في اسبانيا، الا قريتي الباك في اسبانيا ديريكت كتدخلي الجامعه. مثلا حنايا الا قرينا الباك في المغرب كيديروا لنا هذيك سيليكتيفيدات اللي كنوجدوا فيها باش الا نجحنا مثلا التجربه كيشوفوك الا عقلتي مازال على شي حاجه، ولا حتى الا شديتي الباك وبقيتي فتره ما قريتي من مورا الباك والو كديري هذيك سيليكتيفيدات. المهم فاش كتنجحي في هذيك سيليكتيفيدات كيشدوك في الجامعه، ولكن قبل من كل شيء هادشي لابد خاص تكون عندك اللغه. يعني الا دخلتي الجامعه خاص تكون عندك اللغه، واخا كنقولوا الا كنتي درتي شي تخصص اخر ديال اللغات مثلا ديال انجليز ولا شي لغه اخرى، لابد كي تكون هذيك اللغه الاسبانيه كتكون ضروريه في وسط القسم. البنات اللي غادي يسولوني من فين فين غادي يوجدوا لهذيك سيليكتيفيدات، وانا كتمشي اكاديميه ولا سنترو دي ادولتوس وكتقولي لهم بلي بغيتي ديري سيليكتيفيدات، كيدير لك الماتريكولا وكتقيدك وكل شيء، كتخلصي الفلوس ديال الماتريكولا اللي كيكونوا ابار كتكون ديك 45 ولا 47، ومن بعد كتخلصي 400 اورو في شهر واحد. كتسجلي شهر 9 وقبل من ما تسجلي كتسولك اش من تخصص بغيتي ديري باش تبقاي غاديه مع هذاك التخصص اللي اختاريتي. المهم فاش كتختاري هذاك التخصص قبل من كل شيء هادشي خاصك تكوني دايره في بالك واحد التخصص اللي كنتي انتيا بغيتي ديريه وعارفه بلي غادي تنجحي فيه، ماشي مثلا اللي كترنى بعض المرات، وانك تختاري واحد التخصص اللي كنت اللي انت من قلبك ما بغيتيش ديريه ولا اصلا ما يعني ما دخلش لك في راسك، ومن بعد كتبقاي فاش كتدخلي كتقراي كيجيو شي بعد النهارات اللي كيكون يعني ما عندكش الكانه وكتبقاي غير مضيعه العام على والو. يعني ضروري نكونو نختارو حنايا واحد الحاجه اللي كنا اللي باغيين نديروها واللي دائما كنحلمو نديروها ولا نقراو. ومن بعد فاش كتسجلي وكلشي كتبقاي تقراي حتى الشهر 6، ومن بعد كدوزي الامتحان، وفاش كتنجحي فيه كتبقاي تكملي مع هذاك التخصص اللي كنتي شديتي في الاول. وهذا هو الموضوع ديال اليوم، نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات هذا بحال مثلا المواضيع الاجتماعيه بحال مثلا بحالاش مهاجر يقدر يقرا هنا ويكون صغير ولا يحقق الاحلام ديالو ولا شحال من حاجه هنا المواضيع اللي خاصة بالمهاجرين. المهم خليو ليا في كومنتاري لتحت وقولوا ليا شنو هو الرأي ديالكم في هذا الموضوع ديال اليوم، واش بغيتو نزيد لكم بحال هاد الانواع ديال المواضيع بحال مثلا الموضوع ديال بيرمي بالنسبه للناس اللي عندهم بيرمي ديال المغرب، واش بحالاش كنسوق به هنا في اسبانيا، وبالنسبه للناس اللي مازال ما عندهمش البيرمي هما في اسبانيا وكيفكروا يدخلوا لواحد اوتو اسكويلا، يخليوا لي الكومنتاري لتحت وغادي نجي لكم بموضوع جديد اخر حتى في الموضوع مثلا ديال الجنسيه بحال الا ولادك ولديهم هنايا ومازال ما عندهم جنسيه وكتفكري تبدلي لهم الجنسيه، ولا انتيا بغيتي تبدلي الجنسيه حتى هو عندي فيها تجربه. المهم اي موضوع بغيتوه خليو لي في الكومنتاري لتحت حيت انا عندي بزاف ديال التجربات هنا في اسبانيا. اي حاجه بغيتوني نساعدكم انا الصراحه كنكون فرحانه فاش كنساعد الناس هنايا، واي حاجه اللي عرفتها انايا نقولها لكم نتوما، يعني كنكون فرحان باش تفاداو الاخطاء اللي درت انايا صراحه. راه انا وخصوصا لطيفه بزاف 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 هي اللي كانت كتجري ما بين هاد الحاجه وهاد تبدل هاد الحاجه ودير هاد الحاجه، يعني هي عندها تجربه اكثر مني حيت انايا جيت هنايا في 14 عام وجات يعني ما احتاجيتش بزاف ديال الحوايج، غير جيت درت الوراق ودخلت النيشان نقرا في الانستيتوتو وبقيت كنقرا وداكشي جاني سهل. يعني لطيفه اللي عندها تجربه كثيره حيت قرات في المغرب وجات كملت هنايا، وانايا قريت غير السابعه وجيت كملت هنايا الثامنه، يعني ما كانتش عندي تجربه كثيره. المهم اي حاجه بغيتو
اي سؤال، اي فكره، اي حاجه خليوها لي في الكومنتاريو تحت. كما كتعرفوني ارى انا دائما كنقرا الكومنتاريو ديالكم وكنبدا وكنجاوبكم دائما، يعني كيبقى فيا الحال فاش كتكون شي وحده شي سؤال وما كنجاوبها، وسمحوا لي الا انا ما جاوبتش شي بنت ولا شي مرا بشي فيديو قديم، حيت انا ما كنشوفش الفيديوهات القدام. اي حاجه شتوني ما جاوبتكمش في فيديو قديم خلوها ليا في الفيديو الجديد، وانا غادي نشوفها وغادي نعاود نجاوبكم فيها ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبك ديري ليا لايك كيما ديما، بزاف ديال لي لايك، بزاف بزاف بزاف، باش انا نبقى نزعم وندير لكم مواضيع ونعرف بلي اعجبوكم مواضيع بحال. وبالنسبه للناس اللي كيكون عندهم شي شويه الدماغ ديالهم يعني كيفكروا بلي لا انا ما غاديش ندير لها لايك حيت كتخلص، راه انا ما كنتخلصش بداك لي لايك، لي لايك كاع ما كتخلصي بيهم، انا غير هذاك بحال تنقيط، يعني بحال مثلا كديري ليا بلي عجبك من واحد حتى لعشره، عجبني الموضوع ديالها ندير ليها لايك باش تزيد لينا موضوع بحاله بحال هكا. اما بالنسبه للخلاص وداكشي انا راه ما كنتخلصش بلي لايك لا والو. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبك ديري ليا لايك كيما ديما، وشكرا بزاف حتى مره اخرى ان شاء الله. بسلامه.